النهارده انتوا النهارده انا عارف وحاسس بنبض الجمهور، لان انا بقابل الجمهور في الشارع. لا انا بقابل اتنين تلاته محسوبين على حد، ولا انا محسوب على حد، لان برضو هرجع تاني واقول بعد يمكن نقول اربع خمس حلقات من وجودي هنا على قناه الحدث، انا متعاقد مع قناه الحدث اليوم برعايه كامله لقناه الحدث اليوم، تعاقدي مع قناه الحدث اليوم وليس مع اشخاص. وفكره ان احمد جمال يحسب على مرحله كان موجود فيها مع اشخاص لهم مني كل الاحترام والتقدير، وهو مجلس اداره نادي الزمالك السابق، كانت هذه علاقه عمل وعلاقه احترام وعلاقه انسانيه محترمه مع مجموعه محترمه، ليس اكثر ولا اقل. هذه المرحله انتهت. انا النهارده بتكلم اعلام، اللي حصل فيما يتعلق بموضوع الطائره الخاصه، فيما يتعلق بملف كره القدم، متروك على مكتب الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، بحكم انه هو الفاعل الرئيسي وهو المتحكم الرئيسي وهو الرقيب الرئيسي على اداء اللجنه المؤقته لنادي الزمالك وكل اللجان المنبثقه اللي موجوده وما اكثرها جوه نادي الزمالك، وهو الحكم بعد الله سبحانه وتعالى. ان كان اللي بيحصل جوه نادي الزمالك هو شايفه اداريا، وهو رجل خبير في الاداره الرياضيه ودكتور بارع ووزير للشباب والرياضه، هو اللي يقول اللي شايفه ده صح ولا غلط، تمام ولا مش تمام. قيمه الصفقات اللي ابرمها نادي الزمالك والتعاقد مع نادي جلاتا سراي في اعاره ثم بنيه البيع، والكلام على العقد بتاع الاعاره والعقد بتاع نيه البيع وكل الكلام دوت اللي احنا بنسمعه زينا زيكم، مش انا اللي هحكم عليه. واوعدكم انا مش هطلع اهاجم حد، واوعدكم ان انا ملياش دعوه بالقصه. انا في الاخر يهمني كيان نادي الزمالك العظيم، يهمني ان الكوره المصريه يبقى فيها منافسه ما بين كل الانديه المصريه، ان نادي الزمالك ما يقعش، ان النادي الاهلي يفضل متوهج افريقيا ونتفرج على بطوله افريقيه بيمثلها اتنين مصريين على اعلى مستوى، ان كان الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك. فانا ملياش مصلحه انا اترك هذه الملفات على مكتب الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وهو الرقيب الاساسي وهو الفاعل الرئيسي فيما يتعلق بازمه اداره نادي الزمالك وازمه نادي الزمالك واداره نادي الزمالك خلال هذه الفتره لحد ما نروح للانتخابات. بس خلال السنه ديت جمهور الزمالك معالي الوزير عنده حلم ان الزمالك ياخد بطوله افريقيا، وده حق مشروع طبقا لان الجيل دوت عند نادي الزمالك عنده لعيبه تقدر تاخد البطوله وعنده بطوله الدوري. هل سيتم التضحيه بحلم اتأجل بعد مباراه الاهلي في النهائي، يمكن الزمالك يوصل النهائي السنه دي الله اعلم، او في النسخه دي الله اعلم، علشان بعض الاخطاء الاداريه ولاعيبه الزمالك مثلا يعني تروح مجهده كل هذا الاجهاد في لقاء السنغال، ودكه الزمالك تفضى علشان وجهات نظر لبعض العباقره ان يمشوا بعض اللاعبين المهمين ويجيبوا لعيبه ويقعدوا لعيبه لا تصلح انها ترتدي، وده على مسؤوليتي انا بقى، لا تصلح انها ترتدي قميص نادي الزمالك، منهم واحد محترف ما اعرفش ده بيلعب ازاي في نادي الزمالك. السؤال مطروح ومتروك لمعالي وزير الشباب والرياضه. عموما ملف تاني فرض نفسه النهارده، وشفت شويه تويتات كده لرئيس نادي الزمالك السابق في العشريه السوداء، وبليغ ابو عايز منا مش عارف يبقى معانا على التليفون ولا لا، اتكلم في القصه دي فيما يتعلق بالاتحاد المصري لكرة اليد. يا ريت لو بليغ ابو عايد يبقى موجود معانا علشان اعرف برضو منه، نعرف الناس كلها ايه القصة دي. القصة ان طالب، دي حاجة كويسة على فكرة، اللجنة المؤقتة لادارة الزمالك طالبت الاتحاد المصري لكرة اليد بتحديد الموقف فيما يتعلق ببطولة كرة اليد بتاعة السنة اللي فات، فاكرينها بتاعة الكورونا. كل المسابقات رجعت، ان كان في السلة في الكورة في الطايرة، ما عدا بطولة الدوري بتاعة الموسم بتاع كورونا، تمام. أنا أثمن على اللي عملته اللجنة المؤقتة في القصة دي. هايل. قام الأخ هشام نصر، كابتن هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، رد بخطاب رسمي للأندية اللي بتلعب في بطولة الدوري اللي هي بتاعة السنة اللي فاتت، قال إن الماتشات فاضل يومين، هيتلعبوا خميس وجمعة في شهر أبريل اللي جاي. يعني بعد شهر ونص من دلوقتي. جميل، فرح جمهور نادي الزمالك. النادي الاهلي
قال لك انا هلعب الماتشات بتاعه السنه اللي فاتت دي بقايمه السنه دي. الاتحاد المصري لكره اليد قال ايه؟ قال لا، هتلعب بالقوائم القديمه وبنفس شروط المسابقه القديمه، لان هو كان وعد ان بعد مونديال الانديه، بعد مونديال بعد مونديال كاس العالم او كاس العالم لكره اليد هيتم استكمال المسابقه. وده حق اصيل لجمهور نادي الزمالك بحكم ان الزمالك هو الاقرب لبطوله الدوري، وتتحط بطوله في دولاب نادي الزمالك. خشونة الركبتين ليست مرض خطير ولكنها مزعجة شوية. النهاردة احنا بنقول ان خشونة الركبتين مراحلها الاولى، الثانية، الثالثة مراحل سهلة التعامل معها. البلازما الغنية بالصفائح الدموية بتعيد بناء الغضروف. يكفي ان المريض يبقى فاهم ان هو ما عندوش حاجة خطر، يكفي ان المريض عارف ان هو ان شاء الله في علاج. انت مش هتخسر حاجة ولا في اي نوع من التعرض لاي خطورة. الناس مش متخيلة نتيجة البلازما بتقعد مع الناس سنين لانها بنت الغضروف.